السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. راح نعرض لكم بها أبرز ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا اللي ظهرت أسفل الشاشة. تقدرون تتصلون بنا من داخل العراق من زاخو إلى الفاو على الأرقام الاثنين الموجودة بالأعلى اللي هي المشاركة من داخل العراق. أما الأشقاء الأخوة العراقيين اللي ساكنين في دول المجر والأشقاء العرب من الخليج حتى المحيط يقدرون يتصلون بنا على الرقمين من خارج العراق، وإضافة إلى ذلك الرقمين الجو اللي من خارج العراق بصفهن أكو إشارة واتساب، عندنا إمكانية أنك تتصل على واتساب ما راح نستقبله، لكن الشباب مشكورين بالكنترول وقسم الاتصالات راح يرجعوا لكم مرة ثانية. فنتمنى مشاركاتكم حول ما راح نعرضه أو بشأن ما لديكم من مواضيع تريدون تطرحوها على شاشة الرافدين، اتصلوا بنا ننتظركم. نبدي حلقة اليوم من جرحى تشرين اللي صاير، أنه دزت الحكومة جرحى تشرين الألمانية قبل كم أسبوع، وهسه هم ديناجدون لإيجاد حل لهم لأنه ما حد عالجهم ولا واحد بهم سوى عملية ولا واحد منهم حسب الاهتمام، وإقامتهم راح تنتهي بعد 4 أيام وراح يرجعوهم للعراق وما تلقوا أي علاج. زين السؤال المهم، أنتوا ليش سفرتوهم الألماني غير حتى يتعالجون؟ لو دزيتوهم شنو بالله؟ خلونا نشوف واقع الحال هناك. دولة جرحى تشرين قاعدين بالعرباي بعد 4 أيام يرجعونه، يعني قاعدين بالعرباي واحدنا ما يتجاوز 20 عمر، عم احنا صغار رحمونا رحمة نلعب بازا بفاضل ترى ما يصير هيك، تعبنا واحدنا طرحين السؤال اللي ينطرح هنا إلى وزارة الصحة أو أي دائرة حكومية أو أي وزارة مسؤولة عن هذول، ترجعوهم بالعراق تعالجوهم وين؟ بيا مستشفى، وحال العراق اليوم أنه المستشفيات بيها نقص بالكوادر وأكو نقص بالعلاج وأكو إهمال بالمستشفيات وأكو ناس دا تموت نتيجة الجشع اللي صاير داخل المستشفيات. يعني أنت من سفرت لهنا كفرح قال ها حسينا باهتمام، أنا تصوبت بثورة تشرين وراح يسفروني ويعالجوني، وصل لهناك على أمل أنه يتلقى العلاج، ترجع تقول له لا يا أبا أرجع ما راح نعالجك هناك. سؤال، خايفين على المالات مثلا اللي راح تدفعوها بألمانيا؟ إذا خايفين على المالات بلا زحمة ممكن تقولوا لي بس شغلة واحدة، إيرادات المنافذ الحدودية وين؟ ما أقول غيرها. ملفنا الثاني مشاهدينا الكرام راح نعرض لكم به، همينا بالواقع الصحي بس من دائرة اللجان الطبية بمحافظة بابل. اللي صاير هناك الزحامات مع المراجعين قدام هاي اللجان بشكل مو طبيعي، وطلبهم أنه تكمل معاملاتهم. اللي غث ويزعل ويحزن ويبتشي أنه ويا اللي دي ينتظرون ذوي الاحتياجات الخاصة، عذراً اللي ما يعرف معنى الكلمة يعني المعاقين ومرضى وكبار سن، هذولا بالدول المتقدمة يضربون السرة ويحترمون وضعهم، بس بالعراق ما حد يهتم. خلونا نتابع. يا الله هذا الخرب يا حبيبي، تعال تعال تعال، هاي الوضعية لجنة ما جايين نسيم من عندها، هاي الوضعية ما العالم، هاي وضعية العالم، هاي دار الصحة باب اللجان الطبية، هاي ما عدا القاعة اللي مليانة. من الساعة 7 الصبح واقفين لحد الآن على هاي الوضعية. واقع صحي مزري، انتشار لوباء كورونا، انتشار لأوبئة أخرى مثل الكوليرا والحمى النزفية، والحال أمام اللجان الطبية اللي من المفترض أن تتابع هاي الحالات وتقيمها وتقيدها وتسجلها، الحال هذا الازدحام اللي شفتوه هناك. ومن ضمن هذا الازدحام أكو شياب كبار بالعمر وأكو معاقين وأكو مرضى، ذولا يعني إلى متى يظل حالهم بهذا الحال؟ الناس على مواقع التواصل الاجتماعي أو المغردين أو المتابعين لمواقع التواصل الاجتماعي ما تركوا هذا الموضوع، ومن منصة فيسبوك جبنا لكم هاي التعليقات. أم رونق، وشنو يهمهم حال المواطن؟ أهم شيء منصبه والتبريد فوق رأسه. أم عبد الله تقول هذول أكثر ناس بالعالم متضررين، عواق يا معودين، عواق المفروض غرف مؤثثة مجهزة نظيفة، والله رحت للدائرة انهزمت والله.
زهير سالم يقول هذه المهزلة التي لا يمكن حلها لأنها تهدف إلى إدلال المواطن وهو الأمر المقصود من هذه المهزلة. أما سمير الصالح يقول الله يرحمه أخي أحمد، وقفوا راتبه وحاله على لجان الطبية معاملته سنتين وما كملت، وبعدها ما كملت معاملته بأيام توفى. مشاهدينا الكرام، إذا ملفنا الأول عن الواقع الصحي المزري، نقلنا لكم واقع جرحى تشرين في ألمانيا شلون راحوا من أسابيع لحد الآن ما بهم واحد تلقى علاج أو تلقى رعاية صحية، ونقلنا لكم من محافظة بابل أمام اللجان الطبية الازدحامات مع عدم مراعاة واقع الناس. أبو عمر من بغداد حياك الله. حياك الله أستاذ أفن، وحيا الله قناة الرافدين. حياك الله، تحيا ودوم. حياك الله، تحياتي للأستاذ الكرام المشاهدين. حياك أستاذ أفن، بالنسبة للوقع الصحي كل العراقيين يحصلون من 2003 ولحد الآن. نعم. كل الوزارات اللي استلمها المسؤولين من وزارة الصحة أو بقية الوزارات، يعني بالنسبة لموضوعكم اليوم وزارة الصحة. نعم. وزارة الصحة اللي هي المسؤول عليها وزير الصحة. نعم. هذا الأستاذ المسؤول اللي يكون إلها يعني شو ترجى من شخص إنه يعني ياخذ الرشوات وياخذ يعني القبول على بناء أي مستشفى وبناء أي تطوير إنه من وزارة الصحة وباقي المستشفيات، يعني نعرف إنه هذا وزير الصحة ما يوقع وما يحضر أي مكان كان وما يعني يستقبل أي أمر كان إذا ما يكون إلى سبقة مبلغ من يعني من المال حتى بسبيل إنه يدعم هذه الوزارة ويدعم هذه المستشفيات. نعم. فهذا وزير الصحة أستاذ إنسان نقدر نقول عليه إنسان غير وطني، غير مخلص، غير كافر لشعبه وناسه وأهله، لأن الموضوع العراقيين ما مهتم له نهائيا. المستشفيات اللي عندنا، الاجهزه الطبيه، كل الامور اللي عندنا بالمستشفيات اجهزه قليله واجهزه ذات استخدام يعني قديم، ما طور الاجهزه اللي عندنا بالعراق من اجهزه السرطان واجهزه يعني او امراض وايد كثيره عندنا طورت، بس العراق ما دخلتها هاي وزاره الصحه والمسؤول عليها. فالمواطن العراقي اذا نشوفه بصوره عامه بده يرجع المستشفيات الاهليه والدكاتره الاهليه، يعني اسعارهم يعني كلش يعني مبالغ يطلبون بهيده. اما المستشفيات الحكوميه استاذ أفن، يعني الناس يعني ما يتعالجون، بتوصل حالات الوفاه عندهم بسبب يعني المال، بسبب تحويلهم الى مستشفيات اهليه، بنقص من الكوادر ونقص من الدكاتره الكفؤين. عندنا الدكاتره الكفؤين والدكاتره المخلصين استاذ كلهم سافروا خارج البلد خوفا من هذه الاحزاب. الان عندنا دكاتره يعني مع احترامات الدكاتره، يعني مو الدكاتره اللي نستفاد من عندهم او علاجهم او عملياتهم، نشوف الاخطاء الطبيه اللي قاعد تصير عندنا والوفاه اللي قاعد تصير عندنا بالعمليات، فماكو اي محاسبه من هذا الوزير الصحه او من لجان انه تختص بهاي الامور، يعني كثير عندنا ناس يموتون، كثير عندنا ناس يعني محتاجين العون، ما تقدموا لهذه الشعب العراقي لا عونه ولا انه يتحملها الدكتور اذا كان اخطا في عمله، ولا المستشفى اذا ناقص كوادر يعني طبيه زينه اجهزه من يعني نقدر نقول عليها لاستفاده المواطن، يعني حتى ما يخرج خارج المستشفى تتم عمليته في داخل المستشفى وما تكلفه مبالغ يعني زهيده. هذه الامور كلها يعني بيعاني من عندها المواطن العراقي، وكثير عندنا ناس يعني توفوا وصارت عندهم حالات وفاه بسبب الماده وبسبب يعني نقص العلاج، وماكو لهم اي اعتراض لهاي وزاره الصحه والمسؤول عنها رئيس الوزراء الكاظمي انه دا يسمع هاي الامور، يشوف عندنا حالات الوفاه وحالات التقصير من هذه الوزاره، ما حاسب احد وزير من وزاره الصحه او المسؤولين عنها او المدراء العامين. نعم. لان المدراء العامين هم راجل الاحزاب السلطه، والاحزاب السلطه ما يقدر يوقفوا بجهم الكاظمي ويحاسبهم. فاحنا الشعب العراقي الله يعينه، ولازم ان يكون يعني عندنا ثوره ضد هذه الفاسدين. نعم. من اجل يعني ارواح العراقيين، واذا بقت هذه الحكومه على تاثير الشعب عدم توفر الى الخدمات، راح الشعب العراقي يعني يروح بهاوي استاذ أفل. شكرا شكرا لك ابو عمر. عبد الرزاق من بابل حياك الله يا عبد الرزاق. السلام عليكم استاذ أفل. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ
استاذ افر بالنسبه لل نوعي الاحتياجات ايه اللي يعانون من توفير خدمات. نعم استاذ افر انت تعرف كل زين، احنا وضعنا بالعراق ما عندنا حكومه، ما عندنا دوله، نظام ميليشياوي، نظام محافظه، نظام طائفي، فما يؤمنون بتوفير الخدمات للمواطن، يؤمنون دوله بلغه سلاح المنفلت والقوه، هذا المنطق اللي هم يؤمنون به، والا احنا عندنا كفاءات وعندنا خبرات يعني ما شاء الله، لكن هذول ما يعطون مجال للناس اللي تحترم نفسها وتحترم وظيفتها، فيحاولون بشتى الطرق يحاربون الكفاءات. يعني على سبيل المثال اليوم انت سمعت يا استاذ افل، يعني وزير الماليه البريطاني هو عراقي، اذا الكفاءات العراقيه تبدا، لكن هذول لانهم ما يؤمنون وما يردون يعني يخدمون هذا البلد، هذول ناس عملاء ومأجورين، ف يعني كل ما يهمهم هو تدمير هذا البلد من بنى تحتيه، من تدميره من بكافه، هم هذا الامر اللي هم جايين به، امر من المواطن، هذا من سبب هذا. تحياتي لك. شكرا شكرا, شكراً لك اخ عبد الرزاق. عمار من بغداد، حياك الله يا عمار. السلام عليكم استاذ العزيز. عليكم السلام والرحمه اخوي العزيز. استاذ العزيز ما طول تفرق الشعب، هذول يكون جاثمين على المجتمع العراقي زين، ولا يمكن التخلص من عندهم. اذا هم استطاعوا انه يقسمون الشعب عده نال، بعد الله ياخذ وقته من عندهم. زين هل تسمعني استاذ العزيز؟ اسمعك اخوي العزيز. فاذا ما نتوحد وندفع هذا الضرر عن نعم اعتذر منك اخ عمار، لكن اكو مشكله من المصدر بالصوت، واعتذر من الساده المشاهدين. هاي واحده من مشاكل الفساد اللي هوايه حكينا عليها بحلقات برنامج صوتكم، انه المواطن يدفع فلوس للشركات مال اتصالات حتى يستقبل خدمه ما يحصل شيء، والنتيجه هاي المكالمات المقطعه بسبب الفساد بهذا المجال. سعد من الكويت حياك الله. حي هذا انا عندي ملاحظتين يا استاذ. تفضل. ونناشد فيها طبعا النشامه والظلم، نناشد فيها النشامه والظلم وادارات الجهات المختصه بخصوص طال عمرك الغاز المسيل للدموع. أي. وكذلك ايضا حرق الاطارات، حرق الاطارات، في ناس يعانون مرض الربو، وكذلك ايضا يعانون مرض الربو ضيق التنفس يا استاذي، عندهم امراض. نعم يا استاذي، فيجب محاسبه من يعني ملوث للجو والهواء يا استاذي، وكذلك ايضا بالنسبه لمدير الصحه يجب مراعاه مرضى، يعني من ناحيه المسؤوليه والدواء والعلاج وتوفيرهم. تحياتي لك وشكرا لك. شكرا شكرا لك اخ سعد، لكن انت تكلمت عن مرضى الربو بسبب الغاز المسيل للدموع وحرق الاطارات. اخي العزيز، كانت اكو احزمه خضراء حوالين المدن بالعراق تخفف من حده الغبار اللي احنا نسميه العجاج، لكن هاي الاحزمه الخضراء شالوها، والعجاج لما يطب للمدن شفتوا العجاج بالعراق شلون يصير. فتخيل حال مريض الربو وبهذا العجاج اللي يطب بسبب الاهمال الحكومي بهذا الملف. ننتقل الى ملفنا الثاني، ملفنا الثاني هواية حكينا عنه، هو ملف المياه بالعراق. ملف المياه بالعراق ملف يعني متعب، دائما نقول الحكومة تركت المواطن، اهملته، ما اهتمت باحتياجاته، على الرغم من المشاريع والاموال اللي صرفت على ملفي الماء والكهرباء. اليوم استعدنا هذا الفيديو من محافظة البصرة، بيها اكبر مشروع لتحلية المياه، منطقة ابو صخير بالمحافظة، مي الاسالة بيها إذا تشوفوه بالصورة خابط وملوث. شوفوا الفيديو وباعوا حال العراق اليوم شلون صار. بس حتى يكون الموضوع واضح، نخوة في دائرة الماء، شوفوا هذا الماء اللي جايين سون دمات العلم جديدة ولا مكسورة ولا صايرة بخذ مستنقع ماي أو فتشي حتى تسحب ماي هالشي، مشتكى إلى الله. هاي بس دليل يعني واضح وحي، يفتح المي بالبور يطلع له مي خابط. هاي الصور مو جديدة ترى، قبل سنين هم صارت،
هاي الصور ترى مو هسه صارت بالعراق، مو بال 2022. مشكلة المي بالعراق من زمان، التلوث اللي موجود بالمياه. بنفس الموضوع نبقى، بس هسه بغير مكان. هسه احنا راح نطلع من البصرة ونروح إلى محافظة كربلاء بمنطقة أبو روية التابعة لقضاء الهندية. بسبب الانقطاع المستمر للمياه اكو معاناة هالمرة للأطفال، ينقلون المي للبيوت بطريقة بدائية جدا بالجدورة. للأخوة العرب اللي دا يتابعون، الجدر هو طنجرة الطبخ أو جدر الطبخ، وهاي بيا سنة بال 2022 شوفوا حال الطفولة بالعراق. بسم الله الرحمن الرحيم. الصورة اللي بالأمام حاليا يعني شوف الناس، شوف قاتلهم العطش. يعني هسه حاليا متوجهين إلى طريق يا حسين من الماي مال العتبة، رايحين نجيب ماي، يريد نغسل لا ديك بابا. هاي ملح، شوف هاي يربان. الله شاهد عليه يا سيد محافظ كربلاء. اطلع شوف، مو تبلط هناك وماكو حكي، تعال اطلع لهنا. هالوادم شوف هاي الناس كاتلة العطش، صار لنا 11 سنة ملينا. حسب الله ونعم الوكيل. بال 2022 ببلد نفطي، بلد يعتبر ثاني أكبر بلد مصدر للنفط بالعالم، تقريباً 4.5 مليون برميل يومياً، بلد ميزانيته انفجارية، بلد بفلوس تبني دول، بلد قاعد على طن من الخيرات، الطفل يروح يجيب المي لبيته بالجدر. رواد مواقع التواصل الاجتماعي علقوا على هاي القضية، وجبنا لكم تعليقات من منصة فيسبوك. أول تعليق من ميساء حميد تقول وين الحكومة من وضع شحات المياه. التعليق الثاني من رائد عبود الزهيري، عمي احنا نهر الخالص بصفنا ميتين من العطش، يقصد محافظة ديالة. سجاد أغا يقول حسبنا الله ونعم الوكيل على كل ظالم وطاغي. وآخر تعليق بهذا الموضوع من ميادة عبيد تقول عمي بالمفرق صار 5 أيام ماكو مي، تبهذلنا الله وكيلكم. إذا مشاهدينا الكرام نقلنا لكم ملفين، الملف الأول الواقع الصحي المتردي بالعراق بملفين، واحد من خارج العراق جرحى تشرين بألمانيا اللي راحوا وما تلقوا علاج، الملف الثاني من محافظة بابل أمام اللجان الطبية للزحامات والوضع اللي صاير هناك، الملف الثاني هو أزمة المياه. نقلنا لكم الملف الأول، المي الخابط اللي ديوصل للناس أو الملوث اللي ديوصل للناس الغير صالح للاستخدام البشري وبمحافظة البصرة وبتحديدا منطقة أبو صخير، وهسه عندنا منطقة أبو روية بمحافظة كربلاء عندهم الجهال ينقلون مي بالجدورة. عبد الجبار من تركيا حياك الله. عبد الجبار، عبد الجبار تسمعني؟ السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام أخوي العزيز، إذا أمكن نصيلي صوت التلفزيون، اسمعني من التليفون حتى صوتك يكون أوضح للمشاهد. نعم إيه نعم إيه نعم تفضل أخوي. أسمع أي أخوي قول. أخوي عزيز أقول كلمة واحدة. أي الله يرحمك في الضابع. نعم شكرا شكرا لك اخي العزيز عبد الجبار. ناصر من بغداد حياك الله يا ناصر. مرحبا. مرحبا اخوي العزيز. استاذ توصل الطياره لعمان، كانوا يتمنون انه اغلبهم يطيب. نعم. لان على اساس انه الحكومه العراقيه متفقه على العلاج، لكن اتضح انه تخصيصات ماليه اعتقد ما كلهم. زين انتوا دازيهم شنو نوع هسه؟ اذا واحد يسالهم سافر يكتب سياحه يكتب علاج، زين اذا كتبوهم علاج ما طلبت الحكومه؟ لو ذولا مضروبين، ذولا استاذ رفع، ذولا قدام الشعب العراقي، ذولا ناس ضحوا بانفسهم ضحيه. نعم. العلاج ما له مشكل على الضوء. ايه يعني ارهاب، احنا ما دنا نعرف انه زين راح ترجعهم المانيا، ايش تكتب عليهم؟ لعدم وجود العلاج، لعدم وجود التخصيص، فذولا خطيه ضربهم صعب. نعم والله من نسمع بها يعني تقصير من الحكومه واضح،
زين نعم. احنا من نريد انه دزوهم غير يعالجوهم ويجيبوهم من اهلهم، اهلهم صار لهم شهرين او شهر ونص ينتظرون عقدتهم معالجه. فالسؤال اللي اساله الحكومه، شنو النوع اللي تمثيل هؤلاء؟ بس مجرد سفر التقليهم شنو؟ مزحه سفره سياحيه؟ نعم. يلا يرجعون لاهلهم ويرجعون خطيه مثقلين لان ماكو علاج لهم. فاحنا نتمنى من الحكومه العراقيه انه موقفه يكون صريح وواضح ومستقر، مو يوميا راح ندزهم على اقتراض الدعايه، لا لا نعم نعم خطيه والله مع كل الاسف. انا اعتبي على الحكومه واشكرك استاذ. شكرا لك اخ ناصر. سعد من الموصل، حياك الله يا سعد. سعد تسمعني؟ اسمعك اخوي اسمعك. هلا سالم شنو اخوي يرحم والديك حتى والدي يقدر يحكي يسولف. شنو اخوي؟ بس التلفزيون نصيلي يرحم والديك. ايه دخ. ايه قول اغاتي. طيب بس ايه السلام. صوتك دا يقطع اخوي العزيز سعودي. سعد تسمعني؟ انقطع الاتصال يا سعد، اتمنى يرجع لنا حتى نسمع رايه بالموضوع. ننتقل الى ملف ثالث، ملفنا الثالث حكينا عنه قبل كم يوم. محافظة البصرة بالوقت اللي تستعد به لاستقبال بطولة خليجي 25. هاي البطولة اللي من المفترض هي محفل دولي، هاي البطولة اللي راح تجي وفود الطب للبلد، تشوف واقع البلد. دول العالم لما تستقبل بطولة تقدم أقصى ما تستطيع وتبني وتوظف وتخلي خدمات وتحافظ على أمن حتى تكون صورة للبلد، حتى بالمستقبل ممكن ينظم البلد بطولات أكبر أو يكون وجهة سياحية للدول اللي تزور البلد، لأن راح ينقلون هاي الوفود واقع الحال. الواقع الخدمي بمحافظة البصرة ما يعكس الصورة الجيدة أمام الوفود اللي راح تمثل بلدانها والمنتخبات اللي راح تزور بلاد الرافدين، بلاد الحضارات. كل العراقيين يعرفون كمية، عذراً، الزبالة المشمرة بالشوارع، والبصرة واحدة من المحافظات اللي تعاني من هاي الظاهرة السيئة اللي تسبب روائح كريهة وأمراض، وصارت البصرة تشبه مكب للنفايات بسبب المساحات والأنقاض الكبيرة والواسعة اللي تقع قرب الشوارع الرئيسة. مواطن بصري يوثق لنا هاي المساحات ويطالب بتحويل هاي المساحات ورفع النفايات والأنقاض وتحويلها إلى مساحات خضراء ومتنزهات حتى تعكس صورة حلوة وجميلة عن البلد ببطولة خليجي 25. تابعوا يعنى. عليكم اخوان، قاعد تلاحظ هاي المسافة الممتدة تقريبا من المعهد التقني الاول لاين على شارع الزبير، قاعد تلاحظ هاي المساحة اشقد واسعة اشقد متروكة. رسالتنا الى السيد محافظ البصرة والى مدير بلدية البصرة، هاي المساحة الفارغة هاي ليش ما يستغلها ويحولها إلى منطقة خضراء؟ وضمن خطة السيد المحافظ اللي أعلن عنها قبل يوم بأنه المناطق المحيطة بالمدينة الرياضية وخاصة على جوانب طريق الزبير راح تتحول إلى منطقة خضراء، فهاي المنطقة عندك علم بها السيد المحافظ لو لا؟ شوف أجيد ممتدة، شوف المسافة أجيد. السالة تقريبا من الامن الداخلي الاول لاين هاي المسافة، غير عندك بعد من الامن الداخلي للمعهد التقني، شوف المسافة شقد المسافة. هسا احنا ما عندنا منطقة خضراء، هسا احنا عندنا بس ساحة الطيران هاي اللي مساحتها ما تتجاوز حتى نص كيلو، وشوف العوائل الخطية شلون محصورة بهذا المكان، فهاي حولوها الى منطقة خضراء. هاي ليش مهمولة؟ هاي ليش صايرة صبخة؟ عندي سؤال. أسعد عيدان يقول من المفترض أن تحول المناطق حوالين المدينة الرياضية إلى مناطق خضراء خلال البطولة، بس المنطقة اللي حوالين المدينة؟ زين الوفود لما تجي تنزل بالمطار وتطلع من المطار ومتوجه للفنادق إيش راح تشوف؟ ما أدري ليش ذكروني بزيارة البابا رئيس الكنيسة بالفاتيكان لما اجى صبغوا الارصفه والشوارع، بس لوين؟
إذا تذكرون الفيديوهات اللي نشرت الحد الفرع اللي طب منه الزقورة تور وراها ما لهم علاقة به. يعني أنا مدى أفتهم هذا الحال اللي موجود بالعراق إلى 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 شو وقت، والواردات العراقية ترى مو قليلة. تفعل رواد منصة فيسبوك على هذا الموضوع من خلال التعليقات، ونقرأ لكم بعض التعليقات. من مثلا باسم الباسم يقول أي والله ما عندنا مناطق خضراء يا سيد المحافظ وبلدية البصرة، نتمنى تزرعون هاي المنطقة. محمد قاسم يقول فعلا مساحة متروكة وما يوجد بها أي تجاوز تستطيع البلدية نفسها بزراعتها. وأسدي أسدي يقول لا حياة لمن تنادي، المليارات والسلطة أعمت أعينهم، بارك الله فيك أخي على جهدك. وأمير البصراوي يقول هي بس هاي الشارع محمد القاسم على شاط، شفت الإنقاذ وصل الشارع، هاي الحضارة. شكرا حول هاي التعليقات. يعني هاي مواضيع ثلاثة. سؤال اللي أريد أن طرحه، العراق ده يستقبل بطولة، بطولة عربية، بطولة آسيوية، بطولة مهما كان حجم هاي البطولة إن كان صغير أو كبير. من المفترض ببلد تاريخه مثل تاريخ العراق، بلاد الرافدين، بلاد الحضارات، البلد اللي علم العالم القراءة والكتابة، من المفترض أنه يبين صورة جميلة. أرد أسأل المحافظ، وأرد أسأل عدنان درجال، وأرد أسأل وزير الخارجية، وأرد أسأل مصطفى الكاظمي، لما تجي الوفود الخليجية وتشوف حال العراق، أنقاض زبالة، مناطق خضراء ماكو، فنادق مثلا تعبانة، طيارات الطير وهي عاطلة ما بها تبريد، شي نقلون صورة عن البلد؟ شين هي الصورة اللي راح تنقل عن العراق وعن العراقيين؟ وشون راح نستغل هاي البطولة بالمستقبل حتى تجيب النوارد؟ ننتقل لملفنا الرابع، وحكينا بملفنا الثالث عن الخدمات. عندنا اتصال عفوا من امريكا. محمد حياك الله يا محمد. الو السلام عليكم. عليكم السلام اخوي. صلاح الدين البطله اخوي استاذ اسد، دوله مو حكام، دوله حشاق حتاقه، دوله كانوا زبل صدام حشاق قواتل من الزباله وجوا يحكمون العراق. دوله عندنا دمروا العراق. كفي لك الله البطوله ما حتصير، بالقران ما حتصير، هي اصلا يسوون هيك، ما يرجون العراقيين هاف لا طوبه ولا كل شيء. هم دمروا العراق من 2003 كله صالح ايران، يموتون على ايران، يموتون على الفرس. والله العظيم انا شفت من قناتكم الشريفه البطله، احيي المجاهدين الابطال، لازم تنقذون البلد من دون ديون ايران. والله والله العظيم لازم ينقذون البلد، اذا ما ينقذون البلد ينتهي البلد فرنوب، ينتهي من وراء العصابات ايران، ذول العتاقه ايران يحكمون العراق، دمروا العراق. الله يهجم على رؤوسكم. هذا ابو الشوربه الكاظمي طلعت فرس نجده عجوز يجيب لها جذر ما شربه، وين ابو هدله؟ وين راح ابو هدله الله يرحمه؟ والله ابو هدله موجود ليحرقهم حرق دوله. تحياتي للرافدين البطله. شكرا وحي المجاهدين الابطال. شكرا شكرا لك اخ محمد. ابو سميه من الانبار حياك الله يا ابو سميه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخي الكريم ساتكلم عن بطوله خليجي 25. نعم. بصفتي حارس مرمى متقاعد أقول للسياسيين العراقيين، نعم، نحن لا نحتاج إلى إقامة بطولات لكرة القدم في داخل العراق، لأنكم أبدعتم بالمراوغة مع الشعب وسجلتم الكثير من الأهداف على الشعب العراقي. لا نحتاج إلى بطولات، البطولات ينظمها أهلها الذين يضعون قيمة للإنسان قبل كل شيء، والذين يحسب العالم الدول التي تحسب ألف حساب ببطولة على أرضها. وأنا أقول للسياسيين العراقيين، نحن الآن في ملعب كرة قدم موسع، إيران تسجل عليكم أهداف، وأنتم بدوركم تسجلون على الشعب العراقي أهدافا قاتلة. وفي مسيرتي كحارس مرمى كرة القدم تلقيت بعض الأهداف في مرماي، ولكن يا حكومة الفساد لم أتلقى في حياتي أهدافا أوجعتني مثل الأهداف التي سجلتموها علي ولا زلتم تسجلون. نعم نعم
شكرا شكرا لك ابو سميه. احب اوجه كلمه للمسؤولين حول هاي قضيه بطوله خليجي 25. اذا انت ببالك اللي راح يجون بس فرق ويركبون باصات وراح تظللهم وتحط بردات وما يشوفون، احب اقول لك انت غلطان. لانه لما تصير بطوله خاصه بطولات كره القدم اكو جماهير راح تجي وياها، جماهير تريد تشجع منتخباتها، ذولا الجماهير ايش راح يشوفون بالبصره؟ يعني سنين العالم بدها تنتظر قطر 2022 والعالم شافت البناء واستعانت قطر بمصممه عراقيه زهاء حديد الله يرحمها وبنت ملاعب وبعض الملاعب تنقل بيها تاريخ البلد. انت لما سويت بطوله وتقدم ملف لاستقبال بطوله خليجي 25 ايش راح تشوف هاي الوفود؟ ما بدنا نحكي على الوفود اللي هي المنتخبات وبس، اكو وياهم ناس راح يجون. ابو عبد الله من صلاح الدين حياك الله. ابو عبد الله. نعم تفضل اخوي. السلام عليكم استاذ الفل. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ انت عاد ناشد مسؤولين، انت تقول مسؤولين. انا ما دا ناشد، انا دا اسال. تسال مسؤولين. نعم. نسوي لهم المسؤولين، قول نسال رامي، نسالنا باقي تقول الشعب. دمرت الشعب، دمرت الدنيا كلها. نعم. العفو استاذ افل. نعم. لان احنا من نقول هاي النفايات وهاي الوصايف وهاي هاي كلها ومن يطلع المحافظ يحكي ما صح. نعم. انت وكذب وكله كذب كذب. هي انت كمشهم كلهم. تقول ايه؟ فتش عام. يعني قبل ما تطلع من النزهه يخافون المسؤول ترى فلان جاء اشتكى عليك. نعم. زين من تقول اشتكي وحقك ما يضيع، وين حقي ما يضيع؟ يمنه غير يكون. نعم. هذول جوي ناس مو وطنيين، ناس ضد البلد، ضد البلد. نعم. ضد العراق كله. ونسال الله يكون خلصنا من عندهم هذول الناس الدايحه. الطايح حظها جتنا ماكو ناس طايحه، حظها جت على الدبابه. نعم. جت على هذول يمتى نخلص منهم؟ قادر الله. عندي ان شاء الله بجاه العيد بعيد الاضحى ان شاء الله يكون ماكو، كلهم يصيرون ضحيه. مثل ما ضحوا لابو عدي ماكو، هذول الفرس الانجاز. نعم، شكرا 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 لك ابو عبد الله. حكينا عن الخدمات وترديها بالعراق اللي ما بي شيء زين بهذا الوقت، ما بي اي خدمات تخدم المواطن. خبرنا الثاني والله يضحك. لما يفكرون ينفذون مشروع لازم تطلع بي لوله. يعني شوارع العراق المدمره مثلا وبعض الشوارع حتى لما يكون اكو بيها تبليط او جير او اسفلت لازم اكو بي خلل او سوء اداره وفساد مثل اللي عندنا بالفيديو اللي صاير مشاهدينا، انه تم اكساء طريق بلطوا شارع سبيس وجير وجت عادله ورصفت وبلطوا وكملوا، لكن دفنوا بهذا التبليط سكه حديد، السكه مال القطار بدون مراعاه لهذا الشيء، وتسبب هذا تسبب دفن سكك الحديد بوقت سابق باماكن اخرى، خروج القطار عده مرات عن مساره وانقلابه. خلونا نتابع. مثل ما تلاحظون مشاهدينا الصورة هي دي تحكي اصلا، شارع مرصوف جديد مبين الاسفلت مالته جديد بعد ما مديوس بالسيارات واكو سكه بالنص قاطعة هذا الشارع، او الشارع عفوا قاطعة هاي السكه. يعني ما اعرف اللي نفذ المشروع ايش قال، والمسؤول على تنفيذ هذا التبليط شلون قبل، وابو البلدية مالتهم لما طلع كشف على الحالة يجوز ما طلع الله اعلم،
قاعد بالمكتب على التمرين شي طلعه بالحر ووقع ايش قال. وطبعا هاي من فلوسكم لان هاي فلوس الدوله. هذا الموضوع تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي سخريه، وراح نقرا لكم بعض التغريدات او التعليقات عفوا اللي اختاريناها لكم من منصه فيسبوك. احمد يقول ترى عادي من يفوت القطار يشتشخ نفسه ويعبر من فوق الشارع وبعدين يرجع للسكه. باسم حماد يقول ما شاء الله خوش عباقره عندنا، اهم شيء يكملون المشروع ويقبضون الفلوس. اما سيف ابراهيم يقول شنو يعني وين غريب الموضوع، كل شيء توقع بالعراق. واخر تعليق من وليد العراقي يقول عيني القطار مالتنا من يشوف طسه يطير ومن يعبر الطسه يرجع. يعني ما قصروا الناس اللي علقت ومتابعين مواقع التواصل الاجتماعي او رواد مواقع التواصل الاجتماعي. الاخ مثلا احمد يقول يشتشخ نفسه يشيل الرولات مالته او ذن البكرات مالته ويعبر التبليط ويرجع للسكه. او مثل ما قال بالتعليق الاخير يطير ويرجع للسكه. اذا فات قطار من هذا يسوي كوارث، واذا قطار محمل ركاب يسوي كوارث اكبر. والمشكله سوء الاداره، سوء الاداره اللي موجود بالعراق اخرتها عندنا سكش مال حديد مبلطه الحمد لله والشكر، بس بالعراق تشوفون هاي الحاله. عندنا حاله بالعراق، حاله مستشريه بهذا الوقت، قسم التواصل الاجتماعي بقناة الرافدين سلط الضوء عليها، وهي قضية انتشار الجريمة بالبلد. ارتفاع نسبة الجرائم بالعراق، وصار العراق هو البلد الأول عربيا بنسبة جرائم القتل. أنتج قسم التواصل الاجتماعي انفوغرافيك حول هذا الموضوع يشرح لنا الأسباب والحالات وما يعني ونتائجها. خلونا نتابع. مخاوف وتحذيرات من ارتفاع معدل الجريمة في العراق، فالجرائم الجنائية باتت تسجل بشكل شبه يومي وسط انفلات أمني واضح وغياب لسلطة الدولة مقابل نفوذ الميليشيات التي تسيطر فعليا على البلاد. المحافظات العراقية تسجل تصاعدا ملحوظا في الجرائم الجنائية التي طالت أساتذة جامعيين وقضاة وموظفين حكوميين. قبل أيام قتل عميد كلية القانون وأستاذ في كلية الهندسة بجامعة صلاح الدين في أربيل على يد أحد الطلاب. وفي بداية الشهر الجاري عثرت الأجهزة الأمنية على جثة أستاذ جامعي بكلية طب الأسنان في جامعة بابل مرمية على طريق كربلاء بعد خطفه بساعات. دائرة الطب العدلي في العراق كانت قد أعلنت مطلع الشهر الماضي تسجيل أكثر من 600 حالة وفاة بحوادث قتل جنائية. السنوات الماضية سجلت ارتفاعا غير مسبوقا بأعداد جرائم القتل ليتراوح بين 4000 و5000 جريمة، وبنسبة سنوية بلغت أكثر من 11.5% لكل 100,000 نسمة بحسب وزارة الداخلية. قد يكون ظاهر الجرائم جنائيا كما تسميها الحكومة، إلا أن منظمات وجهات مستقلة تشكك بوصف الحكومة وتؤكد أن نسبة كبيرة من هذه الجرائم تحمل دوافع إرهابية بالنظر إلى ضحايا تشرين وغيرهم ممن قتلوا برصاص الحكومة والميليشيات. ويعد الواقع السياسي وما نتج عنه من بطالة وفقر وانفلات أمني ناهيك عن استمرار الصراع بين مختلف الكتل السياسية والأحزاب من أهم أسباب ارتفاع معدلات جرائم القتل في العراق، إضافة إلى عدم محاسبة المتورطين بهذه الجرائم من أولئك المحسوبين على الميليشيات وأحزابها. ويحدث في العراق أن تجوب سيارة مكشوفة بجثث مجهولة الهوية شوارع بابل بعد بقائها لأكثر من عام في الطب العدلي وتسليمها لمتعهد الدفن. قضية الجريمة قضية شائكة، من المفترض أنه أكو قانون، من المفترض أنه أكو قضاء، من المفترض أنه أكو شرطة، من المفترض أنه أكو أكثر من جهة أمنية تحمي المواطن من الجريمة. المشكلة اليوم صارت الجريمة هي الدافع الرئيسي، أو صارت الجريمة هي أسهل شيء يقوم به أي مواطن لسبب أنه ماكو محاسبة، والجريمة تؤدي إلى هواية مشاكل، ومن ضمن هاي المشاكل أنه تربي روح القتل أو روح الإجرام عند اللي ينفذها. الصورة الأخيرة اللي صارت بالإنفوغرافيك، شكراً لقسم التواصل الاجتماعي على تقديم هذا الإنفوغرافيك، يقول لك سيارة مكشوفة تحمل جثث لأناس مجهولين الهوية صار لهم أكثر من سنة بالطب العدلي. ليش صار لهم أكثر من سنة؟ وليش بقوا هناك؟ ليش من عرفوا ذولا منو؟
ليش من عرفوا أهاليتهم منه؟ ليش ما سلموا هاي الجثث إلى ذويها؟ أكو هواية ناس دا تدور على ولدها، أكو هواية ناس دا تنتظر خبر على ولدها، أكو هواية ناس اتصلت بهالبرنامج تقول إذا ولدنا ميتين خل يطونا ياهم، وأكو هواية ناس بعدها على أمل أنه تلقى ولدها. من الممكن أن يكون واحد من عندهم موجود بهذا البيك أب، أو بالتأكيد واحد من عندهم موجود بهذا البيك أب، إلا اللهم اللي نفذ هاي الجرائم خايفين منه، فما تردون تطون جثث مجهولين الهوية مثلا مثل ما تسموهم حتى أهلهم يعرفوهم أو يعرفون الجهة اللي نفذت بهم. شغلة ثانية، قضية مجهولي الهوية سهلة وبسيطة، أكو فحص اسمه فحص الدي ان اي أو السنون، أكو برامج هواية موجودة عند دول العالم المتقدم تقدر تكشف هذا الشخص منه، لأنه أكو هواية تقارير على ناس بالحرب العالمية الثانية لقوا رفاته بالسنة الفلانية ورا ما أدري ايش قد بانتهاء الحرب، وعرفوا هذا منه والمن يتبع وليا دولة. فمو صعبة بلد بال 2022 يعتبر نفسه متطور وديمقراطي انه يشتري له برنامج مثلا او يستخدم الطرق الصحيحة حتى يكشف هاي القضية. قضية الجرائم بالعراق قضية شائكة، ان كان قتل الزوج، ان كان قتل الزوجة، ان كان خطف الناشطين، ان كان قتل ناس بالشارع او اغتيال ناس بالشارع، مهما كان توصيفهم كأستاذ، كمحامي، كمهندس، كرسام، كفنان، ككاتب، كناشط، مهما كان توصيفه هاي جريمة بحق بحد ذاتها، والجريمة يحاسب عليها القانون. بس أنا أريد أسأل سؤال للمواطنين، وين القانون؟ موضوعنا الأخير ببرنامج صوتكم اللي هو الهاشتاج، منصة تويتر رجع انعاد بها هاشتاج، أخذنا برنامج صوتكم هو هاشتاج الحرية لأحمد مهلهل أحد ناشطي ثورة تشرين، أحد الناشطين العراقيين اللي انشال من بيته واللي طلعوا ذوي وقدموا مطالب، رجع هذا الهاشتاج يتصدر ترند العراق بمنصة تويتر، وغرد علي رواد المنصة للمطالبة بإطلاق سراح الناشط من محافظة البصرة أحمد مهلهل وراء مرور تقريبا شهر على اعتقاله بسبب الاعتقال حسب رأي ذوي الناشط وأصدقاء أو شهود العيان أنه أحمد رفع لافتة اتهم بها أسعد العيداني بقتل المتظاهرين. أقرأ لكم بعض التغريدات. نورة تقول: نرفض سياسة تكميم الأفواه وقمع حرية الآراء، الحرية إلى ابن البصرة الفيحاء أحمد مهلهل، هاشتاج الحرية لأحمد مهلهل. محمد الجبوري يقول: لا زال المتظاهر والناشط أحمد مهلهل معتقل لدى القوات الأمنية في محافظة البصرة، مرور أكثر من 25 يوم ولم يطلق سراحه، أحمد يحتاج وقفة حقيقية من جميع الأحرار ليكون رأي عام ويكون ضغط شعبي لإطلاق سراحه، هاشتاج الحرية لأحمد مهلهل. حمزة الشوقي يقول: هاشتاج الحرية لأحمد مهلهل، انتهاكات حقوق الإنسان في العراق، ديمقراطية الكذب، دولة الميليشيات والإرهاب، كفى قتلا واعتقالا للعراقيين. ومصطفى أسأي يقول: قال أمير المؤمنين علي: لا تداهنوا في الحق، إذا ورد عليكم وعرفتموه فتخسروا خسرانا مبينا، أخونا والله علينا أن ما ننسى ونطالب بحريته، هاشتاج الحرية لأحمد مهلهل. إذن مشاهدين الكرام، هذه مواضيع حلقة صوتكم لهذا المساء. ثائر من بريطانيا، حياك الله يا ثائر. السلام عليكم، شلونك يعني؟ عليكم السلام أخوي العزيز، هلا وبيك. أنا أريد موضوع بسيط شوية، أنه أول من شخص أول شخص تفدى للانتهاكات الأمريكية والانتهاك هو دكتور أحمد الموسوي أمين عام للجمعية العراقية لحقوق الإنسان، تم تغييبه عام 2006 ولحد الآن ما نعرف شنو أخبار عنه، لأنه طلع فلتيقة خل نسميها جديدة اسمها المخبر السري. شغلة المخبر السري هذه قاموا أي واحد أي يخالف. نعم، معروفة قضية المخبر السري. اي مو بعدها موجودة هذه، يعني تصورها ما موجودة؟ نعم، لحد هاي الدقيقة موجودة. لا، لأن شوف، إن شاء الله إن شاء الله هاي الجمرة الحاكمة إن شاء الله إلها زوال، لأنه ماكو باطل يستمر، أكيد ماكو باطل يستمر. نعم، لأنه ذولا ما يباعون نفسهم، صار لهم 19 سنة
أي خدمة للمواطن ما قدموا سوى لجيوبهم ولأحزابهم من هاي القوانين التشريعية اللي تخزي يعني ما راح يقولون ذولا باتوا فرحانين رايحين للحج. أي حج يروحوا له أنتوا؟ أي أي الله تعرفوا أنتوا؟ هذا الشعب اللي إذا عيش نعم أي 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 صيف يجي العالم تلتهي بحرا وموتا وقهرا على شنو نريد يجي فلان؟ فإن شاء الله إن شاء الله إلى زوال دولة. فأنا حقيقة الحديث هواية أدعو الإفراج عن الدكتور أحمد الموسوي الأمين العام للجمعية الحقيقية لحقوق الإنسان. تم أخذه من مكتبه بالمنصور عام 2006 آذار. طيب. هو من عرف عنه أي شيء لأن نعم وصلت. أعتذر منك أستاذ ثائر، شكرا جزيلا لك لانضمامك لنا بصوتكم. بالواتساب وصلتنا رسالة واحدة اليوم تقول الخبير الاقتصادي نبيل علي ما حقق العراق من واردات خلال نصف سنة يوازي موازنة سنة كاملة، وين دا تروح أفل أخوك أبو يحيى؟ مشاهدينا الكرام قبل ما نختم أتمنى أنه تشاركونا برنامج صوتكم في الحلقات الثانية وتتابعونا وفرحوا لأنه العراق صار أول بلد بالعالم مثل اليابان. اليابان شالت كل الترافيك لايتات ما عدها ولا ترافيك لايت، والعراق أول بلد بالعالم بست شمال قطار مبلطة. نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة باكر بإذن الله. في أمان الله.